بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں آپ کو دعائے حزب البحر پڑھنا سکھاؤں گا. اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پہ کلک کر لیں تاکہ ڈیلی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے. تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیسن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں سے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم انت ربی. کیا ہے؟ انت ربی وعلمک حسبی فنعم الرب. فنعم میم زبر را مر ہے. فنعم الرب ربی ونعم الحسبک سوری ونعم الحسب حسبی تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. اللهم إنا نسألك العصمة في الحركات في الحركات والسكنات والسكنات والكلمات والكلمات والإرادات والإرادات والحترات والحترات من الظنون من الظنون من الظنون والشكوك والشكوك والأوهام الساترة. كه والأوهام الساترة للقلوب عم مطلعۃ الغیوب. کیا ہے؟ عم مطلعۃ الغیوب فقد ابتلی المؤمنون. کیا ہے یہ؟ فقد ابتلی المؤمنون دب ڈال دب فقد ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا. آگے ہے وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا ورسوله إلا غرورا. آگے ہیں على أمور الشريعة على أمور الشريعة اللهم اجعلني عزيزا في أعين الناس في أعين الناس وذليلا في عيني في عيني وانصرنا. کیا ہے؟ وانصرنا. آگے ہے وسخر لنا هذا البحر كما سخرت. کیا ہے؟ وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لسيدنا موسى عليه السلام. وسخرت کیا ہے؟ وسخرت النار لسيدنا ابراهيم عليه السلام. وسخرت الجبال جبال والحديد والحديد لسيدنا داوود عليه السلام. وسخرت الرياح كهي وسخر خازبر خر وسخر تر تازبر تر وسخرت الرياح والشياطين والجن والجن زير نون جن والجن والإن لسيدنا سليمان عليه السلام. وسخرت الملك وسخرت الملك والملكوت والعوالم والعوالم كلها لسيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد عليه الصلاة والسلام.
ورحمة الله وبركاته وبركاته وسخر لنا كل وزير وأمير ورعية 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 وسخر لنا كل بر وفاسق وفاجر وفاجر وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت وبحر وبحر الدنيا وبحر الآخرة وبحر الآخرة وسخر لنا كل شيء كه كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بحق كافها يا عين صاد. ये लास्ट में से फिर पढ़ लें. وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بحق كافها يا عين صاد. صدق الله العظيم. اس ویڈیو کو آپ نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.